ضمن فعاليات أسبوع الصحة واللياقة في إكسبو 2020 دبي، وبالتعاون مع غرفة دبي. انطلق في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي منتدى الأعمال للصحة واللياقة تحت شعار كيف نوجد عالما سعيدا وصحيا. المنتدى تطرق إلى أهمية التعاون والجهود المشتركة في التعامل مع القضايا التي تؤثر على صناعة الرعاية الصحية العالمية، والعوائق والتحديات والفرص لتأمين رعاية صحية مستدامة للجميع، وأيضا كيف يدعم مجتمع الأعمال تأمين حياة أسعد وصحة أفضل للمجتمعات. نعم، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، شارك في المنتدى متحدثا عن الإنجاز الذي تفوقت فيه الإمارات من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي في ضخامة إكسبو 2020 دبي على الرغم من تحديات جائحة كورونا. لا شك أن هذه المناسبة هي مناسبة جميلة، لأن إكسبو دبي 2020 قررت أن تهتم بالهيلث والويلنس، فهذا الأمر مهم جدا لأن تهتم بالصحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات. ولا شك نجاح إكسبو بفضل من الله ومن ثم دعم حكومتنا الرشيدة، ولا شك من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات الاحترازية من حيث الفحوصات ومن حيث التطعيمات واللقاحات التي أعطيت كأفضل دولة في العالم، جعلت من هذا الأمر قدوم الملايين إلى دولة الإمارات ونجاح إكسبو. ولا ننسى كذلك الأسبوع الماضي كان هنالك عرب هيلث بحضور أكثر من 40,000 شخص و3500 شركة شاركت، وهذا دليل نجاح دولة الإمارات للتجاوز هذه الجائحة. وإن كانت هذه الجائحة موجودة، ولكن الإجراءات التي طبقت في دول الإمارات والتشريعات والأنظمة والتقنيات التي استخدمت أصبحت نموذج يحتذى به على مستوى دول العالم المتقدمة، ونحن فخورين بدعم الحكومة الرشيدة في هذا التميز، وتعلمنا الكثير من هذه الجائحة، وإن شاء الله تعالى نحن نجتاز هذه الجائحة قريبا إن شاء الله تعالى. لا شك بأن الصحة هي أمر هام لكل فرد من أفراد المجتمع، فتعاون أفراد المجتمع مع الحكومة وتطبيق التوجيهات، ونحن نجحنا كدولة والحمد لله رب العالمين بتعاون أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض هذه الدولة الطيبة دولة الإمارات الحبيبة، فهذا التعاون أثمر نجاح دولة الإمارات في هذا التميز والوصول إلى أعلى المستويات في المجال الصحي.